continue with DNA. As we said, the DNA is من polymer of nucleotides. كل نيوكليوتايد يحتوي على نيتروجينيوس بيز ويحتوي على شوجر اللي هو ديوكسي رايبوز وفوسفيت النيتروجينيوس بيز اللي موجوده بالدي ان اي هي فور ديفرنت تايبس اللي هي اور ديفرنت بيزز اللي هي سيتوسين ثيامين، ادينين اند جوانين دول الفور نيتروجينيوس بيز اوف تو كاينز النوع الاول هو يتكون من single ring وهذول نسميهم البايرميدينز، النوع الثاني يتكون من double ring or two رينجز اللي نسميهم بيورينز. عندنا الثيامين والسايتوسين هم من الpyrimidines اللي هم يتكونون من single ring، بينما عندنا الادينين والجوانين هم من البيورينز اللي يتكونون من double ring or two ring. احنا قلنا الدي ان اي هو عباره عن uh, two strands تويست around each other تكون لنا دبل هيلكس. فاذا نحكي على الستراند الواحد من شنو يتكون الون ستراند اوف ذا دي ان اي هو عباره عن بوليمر اوف نيوكليوتايد كل نيوكليوتايد يتكون من فوسفيت اللي هو اللون الاصفر والشوكر اللي هو ديوكسيرايبوز باللون الاخضر وهاي النيو... النيتروجينيوس بيس تكون بالالوان هاي اللي موجوده امامكم فكل نيوكليوتايد يتكون من فوسفيت دي ديوكسيرايبوز رايبوز اند نيتروجينيوس الستراند الواحد يصير ارتباط بين نيوكليوتايد اند اذر السنجل ستراند يمتد من الخمسه فتحه الى ثلاثه فتحه اند شلون يتكون عندنا السنجل ستراند عن طريق ارتباط النيوكليوتايدز بيناتهم عن طريق الفوسفو دايستر لينكيج شلون تتكون الفوسفو دايستر لينكيج لو فرضنا هسه هذا عندنا هو الادينوسين مونو الادينوسين هو يتكون من ادينين ودي اوكسيرايبوس ادينوسين حتى يكون نيوكليوتايد ينضاف له فوسفيت فيتكون ادينوسين مونو اللي هو نيوكليوتايد وهذا ادينوسين مونو اخر شلون يصير الارتباط بين هذا النيوكليوتايد وهذا النيوكليوتايد الثاني الارتباط يصير بين الهيدروكسيل اللي موجوده بالبوزيشن 3 برايم هاي الهيدروكسيل مع الـ الأكسجين اللي او الفوسفيت اللي موجوده بالبوزيشن 5 برايم فيصير الارتباط يسوي لنا فوسفو دايستر لينكيج بين بوزيشن 3 برايم اند بوزيشن 5 برايم شلون يصير الارتباط؟ هذول التو ادينينز هنا ارتبطوا واحد بالثاني هنا الادينين هذا بالبوزيشن 3 5 الهيدروكسيل جروب مالته ارتبطت ويا الفوسفوراس عن طريق الثلاثه فتحه خمسه فتحه فيسموها ثلاثه فتحه خمسه فتحه دايستر لينكيج وهنا على نفس الشيء الادينين مرتبط ويا الثايمين مع عن طريق ثلاثه فتحه خمسه فتحه داي فوس فوسفو داي استرلين كيج بالتالي راح يصير عندنا بوليمر اوف نيوكليوتايد يرتبطون بيناتهم عن طريق ثلاثه فتحه خمسه فتحه فوسفو داي استرلين كيج والنيوكليوتايد الاول يظل الـ 5 برايم هو فري والنيوكليوتايد الاخير يظل الـ 3 برايم هو فري فالدي ان اي عاده ينكتب من الخمسه فتحه الى ثلاثه فتحه شلون يتكون التو ستراند من الدبل من السنجل ستراند؟ احنا قلنا انه الدبل ستراند هو عباره عن الدي ان اي يتكون من دبل ستراند لان التو ستراند اوف دي ان اي تويست اراوند ايتش اذر وتسوي لنا ما يعرف بالدبل ستراند، فبالتالي البوليمر اوف نيوكليوتايدز هذا الاول يرتبط مع البوليمر اوف نيوكليوتايدز الثاني، الارتباط بين البوليمر الاول والبوليمر الثاني يصير عن طريق النيتروجينيوس بيسز النيتروجينيوس بيس ترتبط وحده بالثانيه بالبوليمر الاول ستراند الاول مع الستراند الثاني. عادة بالدبل ستراند عندنا الفوسفيت والشوجر يكون بالاوتسايد اوف ذا دبل هيليكس يعني يكونون للخارج والنيتروجينيوس بيس تكون هي فور ذا انسايد. ليش؟ لان النيتروجينيوس بيس هي هيدروفوبيك بينما الخارج هو يكون بولر لان يعني بي فوسفيت جروب فيكون هذا هيدروفيليك. على مود البولاريتي تكون للخارج والهيدروفوبيك يصير له اجريجيشن باي هيدروفوبيك يعني انسايد ذا دبل هيليكس بالتالي على مود الانتر اكشن يعني الانفايرومنت تكون عن طريق الهيدروفيليك اوتسايد اللي هي الفوسفيت والشوجر شلون يرتبط النيتروجينيا سبيس بتوين ايتش اذر هذول شلون يرتبطون بيناتهم طبعا هذول الارتباط هنا يكون عن طريق الهيدروجين بونز الهيدروجين بونز هي من الويك بونز ال اللي موجوده لكن اللي يسوي لنا ستيبلايزيشن فور ذا دبل ستراند هو انه اكو مليونز اوف هيدروجين بونز بتوين ذا نيتروجينيوس بيز مثلا هنا عندنا الارتباط بين السيتوسين والجوانين نشوف هنا تكونت اول هيدروجين بوند هنا ثاني هيدروجين بوند وهنا ثالث هيدروجين بوند فتكونت 3 هيدروجين بوندز بتوين only two nitrogenous base فاذا احنا عندنا عدد كبير من النيتروجينيوس بيس فراح تكون عندنا عدد كلش كبير من الهيدروجين بونز داخل الدي ان اي مولكيول بينما هنا مثلا نشوف ارتباط الادينين والثايمين يكون هنا عندنا تو هيدروجين bonds بتوين ذا adenine اند عاده الارتباط بالدبل ستراند يصير الارتباط بين ادينين وثايمين هذا ثابت يعني كل ادينين يرتبط مع ثايمين عن طريق 2 هيدروجين بوندز كذلك الجوانين والسيتوسين وارتباط الجوانين والسيتوسين يكون عن طريق 3 هيدروجين بوند فالادينين والثايمين 2 هيدروجين بوند والجوانين والسيتوسين يرتبطون ب 3 هيدروجين بوندز هذا يقودنا الى انه الدي ان اي عاده تصير به حاله الدي ناتشوريشن اند ري امنيولوج شنو هو الدي ناتشوريشن اوف ذا دي ان اي؟ الدي ناتشوريشن اوف دي ان اي انه الدي ان اي اللي هو دبل ستراند اذا نزيد الحراره باي هيتينج او اذا نخليه في سوليوشن ونسوي تشينج بالبي اتش راح شو يصير؟ راح الهيدروجين بوندز بتوين nitrogenous بيس راح تتكسر بالتالي يصير denaturation يعني شنو denaturation يعني تنفتح التو ستراندز كل وحده تصير واحد تنفصل الستراند الاولى عن الستراند الثانيه ويروح الدبل هيلكس فوم هاي العمليه نسميها الـ denaturation بازاله الهيت او التشينج بالبي اتش ممكن الدي ان اي الدبل ستران ترجع تسوي هيدروجين بود وترجع ترتبط هاي يسموها عمليه ري انيلينج لذلك عندنا مصطلح اللي هو تي ام تي ام شنو هو الميلتينج تمبرتشر اللي هي تمبرتشر ات ويتش هالف اوف ذا دبل هيليكس لوستد يعني نص الدبل هيليكس الحراره اللي نص الدبل هيليكس تروح بيها نسميها الميلتينج تمبرتشر او ال تي ام لذلك الديناتوريشن هو عمليه السيبريشن اوف ذا دبل هيليكس بين تو سترانز بينما ري انيلينج هي ريباوندينج اوف ذا نيتروجينيوس بيس اوف ذا تو سترانز على مود يرجع لنا الدبل هيليكس الارتباط بين ذا تو سترانز اوف ذا دبل هيليكس يكون بالكومبلمنتري يعني شنو كومبلمنتري يعني اذا عدنا هنا الستراند الاول بادينين سايتوسين ثايامين اند سو اون مقابل كل ادينين لازم يكون اكو ثايمين مقابل كل سايتوسين اكو جوانين مقابل كل ثايمين اكو ادينين مقابل كل جوانين اكو سايتوسين ان سو اون فهي عمليه الارتباط يكون كومبلمنتري يعني احنا من نلقى ادينين بالستراند الاول تلقائيا لازم نعرف انه بالستراند الثاني احنا عندنا ثايمين اذا لقينا جوانين معناه بالمقابل اكو سايتوسين لذلك هذا الارتباط يكون كومبلمنتري يعني اذا عرفنا احنا السيكونس of nucleotides of one strand تلقائيا نقدر نعرف the sequence of the second strand. كذلك الارتباط يكون انتي بارال، يعني شنو انتي بارال؟ احنا قلنا الدي ان اي عاده الستراند الاول اللي حكينا عليه قلنا ينكتب من 5 برايم الى 3 برايم. هذا ليش؟ لان قلنا هنا 5 داش او 5 آه برايم هي فري هنا وهنا الهيدروكسيد بال 3 برايم هي فري. الستراند المقابل له يجي انتي بارال يعني شنو انتي بارال يكون يرتبط بالعكس ال5 داش تكون مقابل ال3 داش وال3 داش مقابل ال5 داش لذلك هسه مثلا هذا الأدنين مقابل الثايمين وهنا أنا الـ الستراند الاول هو ادينين سايتوسين جوانين ثايمين اذا الثاني هو ثايمين جوانين سايتوسين ادينين هذا لان كومبلمنتري يعني والارتباط يكون انتي بارال يعني الستراند الاول يكون 5 داش 3 داش بينما الثاني يكون 3 داش 5 داش بس احنا اذا اريد نكتب sequence of any دي ان اي لازم نكتبه 5 داش 3 داش بولي او بوليمر اوف nucleotides ارتباط الدبل ستراند ويسوي لنا الدبل هيليكس او التويست لادر راح يسوي لنا uh, ما يعرف بال major and minor شنو ال major and minor هذا المكان اللي هسه هنا موجود هذا اكو جروف صغير يصير بالدي ان اي يسموه ماينر جروف بينما بهاي المنطقه نشوف راح يصير يصير ميجر جروف يعني هنا التجويف يكون اكبر هذا الفرق بين هذا تو جروفز اكو بعض الادويه تجي تشتغل او تسوي انتركليتنج وذ ذا ماينر جروف مثل من مثل الدكتينومايسين او الاكتينومايسين دي هذا انتي كانسر دراج كيموثيرابي يجي يرتبط بالماينر جروفز اوف ذا دي ان اي اذا ارتبط بالماينر جروفز بعد شو يسوي انه يخلينا تو ستراند اتاتش تو ايتش اذر بعد ما ممكن يصير له ديناتشوريشن واحنا نعرف على مود الدي ان اي يصير له ريبليكيشن والخليه تتكاثر ويصير لها سيل ديفيجن لازم التو ستراند ينفتحون يصير لهم ديناتشوريشن على مود يبدا يصير ريبليكيشن التو ستراند ويصنع لنا دي ان اي جديد فوجود الدكتينومايسين او الكيموثيرابي اللي هو يسوي لنا انتركيليشن او انترفيرنج وذ ماينر جروفز راح يمنع لنا الديناتوريشن اوف دي ان اي وبالتالي راح راح يمنع لنا الدي ان اي ريبليكيشن ويمنع لنا السيل ديفيجن فبالتالي راح يقلل لنا سرعه تكاثر الخلايا وهذا يفيدنا بالشغل كانتي كانسر دراج يوجوالي الدي ان اي اللي موجود بكل خليه هو يكون كومباكت وسنأخذ ناخذه بالاورجنايزيشن اوف دي ان اي فلذلك كل خليه اذا فتحنا الدي ان اي مالته راح يكون حوالي 2 uh, متر وبالارقام ال of the DNA is 0.0002 000 متر 000 يعني very thin وإذا نفتحنا ال DNA مال كل خلية وسوينا له stretching راح يصير uh, بين المسافة يعني أكثر من المسافة بين الأرض والشمس several times